يبدو نحن الليلة يعني تجوالنا عبر الجامعات وعبر الكليات والكتب والعلم هو واسع عبر صباح الشروق. تحية طبعا لكلية الحاسوب وتقنية المعلومات جامعة الأزهري، سعيدين جدا عبر هذه المساحة أن يكون ضيفنا داخل الاستوديو دكتور سلام عثمان فقيري عميد الكلية كلية الحاسوب وتقنية المعلومات جامعة الزعيم الأزهري. مرحب بك دكتور، صباح الخير. صباح الخير، مرحب بكم الإخوة في قناة الشروق، أيضاً نرحب بالمشاهدين، أيضاً المؤتمرين الذين يتوافدون الآن على قاعة مؤتمر علوم الحاسوب وتقنية المعلومات السادس. نعم. في صباح هذا اليوم. أهلاً ومرحب بك وصباح الخير. ومؤتمر الحاسوب السادس، يعني يا ريت إضاءة عن هذا المؤتمر، هو بيعني شنو؟ طيب، مؤتمر علوم الحاسوب وتقنية المعلومات السادس الذي يأتي تحت شعار نحو توظيف أمثل للمعلوماتية في التنمية. المؤتمر بتنظم لجنة دراسة الحاسوب بوزارة التعليم العالي بالتعاون مع إحدى الجامعات السودانية، وينظم سنويا. في هذا العام نالت كلية علوم الحاسوب جامعة الزعيم الأزهري شرف استضافة هذا المؤتمر، والذي انعقد يعني بالأمس. كانت الجلسة الافتتاحية وشرفها السيد مساعد رئيس الجمهورية الدكتور فيصل حسن إبراهيم، واليوم إن شاء الله هتكون اليوم الختامي، وهيشرف إن شاء الله السيد وزير الدولة للتعليم العالي الأستاذ جمال حسن. نعم. طيب يعني دكتور، نتكلم عن الأوراق التي قدمت من خلال هذا المؤتمر، ويعني مآلات هذه الأوراق وفوائدها وأهدافها من خلال هذا المؤتمر. نعم، حقيقة يعني اللجنة بدأت في عمل المؤتمر يعني قبل شهور كثيرة جدا، والباحثين تقدموا مجموعة كبيرة جدا من الأوراق العلمية. هذه الأوراق خضعت لتحكيم تقريبا 44 ورقة علمية، بعد ذلك حصل تحكيم لهذه الأوراق ورسم المؤتمر على 22 ورقة علمية تم تقديمها بالأمس، وكلها تنصب نحو علوم الحاسوب وتقنية المعلومات والتكنولوجيا ونظم الدفع الإلكتروني والذكاء الاصطناعي وأمن وسلامة المعلومات. نعم. طيب نحن يا ريت نتعرف يعني ده السادس، المؤتمرات السابقة انعكاسه شنو كان على المواطن؟ هي نحن يعني المؤتمر زي ما قلنا بتنظم لجنة دراسة الحاسوب، وتهدف هي إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب والباحثين. طبعا المؤتمر هو يعني زي ما قلنا سنويا يعقد في جامعة من الجامعات، ويركز دائما على الولايات يعني. نعم. يعني السنة اللي فاتت المؤتمر كان في جامعة غرب كردفان، وده بيدي الطلاب يعني مساحة يعني كبيرة جدا، حتى طلاب الولايات على سنه يشاركوا بأبحاثهم ويكون في يعني تبادل أفكار. نعم. طيب يعني دكتور، إذا تحدثنا عن أبرز الصعوبات والتحديات الممكن تواجه كلية الحاسوب وتقنية المعلومات، هل الأجهزة متوفرة بالنسبة للطلاب؟ هل مجالات البحث هي يعني فيها إشكاليات ولا متوفرة؟ حقيقة إدارة جامعة الزعيم الأزهري تقف مع الكلية جانبا إلى جنب في كل البرامج. حقيقة يعني يمكن قبل شهور عديدة احنا حدثنا مناهج الكلية، تم تحديث جميع المناهج بكلية علوم الحاسوب، ودائما في مواكبة يعني من ناحية بعض برامج، من ناحية بعض بنية تحتية معامل، فدي كلها يعني هي من أولويات إدارة الجامعة. نعم. يا ريت نحن برضو نتعرف على المشاركين الآن، أنت تكلمت عن يتوافدوا، هل هم الجامعات عمدات جامعات فقط ولا؟ هو المؤتمر فيه مجموعة من الباحثين يعني حتى من خارج وداخل السودان، وبيحتوي اليوم الأول طبعا يحتوى على أوراق علمية اللي هو كان فيه 22 ورقة علمية تم تقديمها. نعم. بالإضافة إلى عندنا كينوت سبيكرز، محدثين رئيسيين من أمريكا وألمانيا، دي كانت في اليوم الأول. نعم. اليوم الثاني حيكون فيه ورش تبدأ إن شاء الله يعني تقريبا تكون بادية الساعة 8، في ورشة بتكلم عن الدفع الإلكتروني والتعليم الإلكتروني وإنترنت الأشياء. طبعا دي مواضيع يعني
أساسية وبتمس صحيح. يعني صحيح. توجه الحكومة نحو الحكومة الإلكترونية. نعم، إذا تحدثنا عن الدور الفعال الممكن تلعب وزارة التعليم العالي ومشاركتها في هذا المؤتمر. حقيقة نحن يعني في الجامعات السودانية نرتكز ارتكاز كلي في كل يعني التقدم والتطور على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي اللي قدمت يعني الدعم اللازم تسهل كل الصعاب. يعني انعقدت اللجنة او يعني قبل فترة طويلة جدا في انه تعيد البرنامج، فكان الوزارة صراحة معنا في كل الخطوات، صحيح، فدعم متكامل حتى يعني الحمد لله المؤتمر يعني الان بينعقد. نعم دكتور سلام عثمان فقيري، عميد كلية الحاسوب وتقنية المعلومات جامعة الزعيم الأسري، نحن بنحييك وبنشكرك ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وأتمنى إن شاء الله جميع التقدم، وشكرا لكم في الإخوة في قناة الشروق. أهلا وحبيك، ونحن سعداء الليلة من الصباح نتكلم عن الحاسوب وعن الأشياء كلها تقنية يا داليا. نعم تقنية. نعم. ويعني زي ما ذكرنا اليوم تنقلنا بين الجامعات والعلم والكتب. نعم. هي واسعة عبر